اذا بكلاش رويال بحلقتنا لليوم شي سلسلة انتو كنتو كتير تحبوها، بس طلنا فترة ما عم نفضى نعمل فيها شي. بس السلسلة جدا رائعة، سلسلة التحدي الكبير يا جماعة. سلسلة التحدي الكبير هي سلسلة مهمة جدا في تاريخ حسابك بكلاش رويال. يعني هي اكتر طريقة انت ممكن حسابك يتطور فيها بسرعة، ان كانت بمستوى البطاقات او ان كانت بالجولد، يعني اللي انت بتحتاجه لتطوير البطاقات فعليا، وبالتالي بيطلع خبرة الحساب، وبالتالي بتطلع مستويات اكتر، بقوى الدفاع عندك، البرج وبرج الملك. اذا هذا هو الجراند تشالنج، جوائزه يلي ما بيعرفها كانت محطوطة بهلا او بلسانيتين. اللي بدنا نقوله انه انا يعني اقتربت جدا من ليفل 13، عشان هيك انا هلا بحاجة اني كتر من الجراند تشالنج. بالنسبة لمقطع اليوم بس بيكون شغلة يا اصدقاء، انه هذا المقطع امبارح عملت تصويت، كتبت لكم تصويت لحاله، نزل بوست لحاله على اليوتيوب، شوفوه بالكوميونتي تاب اذا ما انكم شايفينه لهلا. صوتوا عليه اكثر من 3500 بني ادم تقريبا. كله قال اكثر لعبه حابين يشوفوها انزلها على القناه هي كلاش رويال. حاط لكم باقي الالعاب، اذا انتم عندكم اي راي ثاني روحوا على التصويت وصوتوا غيروا الراي. و بذكر انه في عندنا مسابقة شهرية كل 14 شهر نعملها، بتربح جائزة $100 لواحد و10 بطاقات، كل بطاقة $10 ل10 رابحين تانيات. جوجل بلاي، اي تيونز، كل هالشغلات. كل عليك تسوي تكون مشترك بالقناة وفعل الجرس فقط. نجي هلا لهذا المقطع وتشكيلتنا، تسمى تشكيلة السيرجيكال جوبلن. هي التشكيلة لانه السيرجيكال جوبلن لاعب مشهور كثير، استعملها باحدى البطولات. يمكن معدل عليها ما بعرف، بس انا بدي اقول لكم بمقطع اليوم كيف فيك تجيب 12 وين. اول شغله لتجيب 12 وين هو في عندك بس شغلتين. اول شيء انت تكون ماستر بالتشكيله اللي عم تلعبها. يعني مثلا انا بالنسبه لي كعمر، شايفين كل هالمباريات اللي بلعبها وكل هذا، كتير صعب اني اجيب 12، لانه انا بضطر كل حلقه كل مقطع نزل لكم تشكيله شكل. اليوم انا هي التشكيله ما لعبتها كتير، بس لو بيجي واحد بيلعب تشكيله هي اللي انا عم فرجيكم اياها وبيعملها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، بيضل بعيد يدرب عليها، بتصير التشكيلة من أقوى ما يكون لأنه متكاملة بالوقت الحالي. إذا هي التشكيلة رح ألعبها اليوم، وقولوا لي إذا حابين بالكومنتات إني ألعبها على اللادر. على اللادر يعني على الكؤوس، إني أرفع فيها كؤوس، لأنه اليوم عم ألعب فيها تحدي كبير فيها هالبطاقات. وخلينا نبلش ونكمل الحكي. طبعا اذا بس عم بعمل تصويتات عم شوف الناس كيف عم تفوت على المقطع. بس كود سريع، اذا انت فت على المقطع من تنبيهات اليوتيوب، اجاك تنبيه انه في مقطع بقناه الونجن ون وفتت، اكتب لي رقم 270. بينما اذا انت فت على اليوتيوب بشكل عشوائي ولقيت المقطع مرمي بشي محل او بشي صوره، حط لي كود 320، بفهم انه انت شفت المقطع بمكان عشوائي. هلا يا اصدقائي هستعمل الصاروخ، لانه الصاروخ هلا صار جايب محرزان، يعني لانه روح الويزرد وروح دامج من التاور. هلا المباراه يعني ماشيه، انا برايي انه انا عندي افضليه، بس للاسف ما كان يموت الالكترو ويزرد وهذا. يلا هستعمل اللوج لانه بيروح الاليت باربيريان، وما بدي اكل دمج على التاور تبعي، وهلا ما بتوقع اكل دمج غير ضربتين من الكترو ويزرد. اذا توتال العلقه كلها كان اني انا انتصرت بفارق. اذا الطريقه الاولى لتربح او الخطوه الاولى لتربح 12 وين، انك انت تكون ماستر بالتشكيله اللي انت عم تلعب فيها، تضل تلعبها لدرجه انك تكون قوي جدا فيها. الطريقه الثانيه او الشغله الثانيه لازم تعرفها، انه تعرف التشكيلات الثانيه شو ميزاتها وشو القوي فيها وشو الضعيف فيها. هذا الشيء كثير مهم واساسي ولازم تعمله. اذا هلا انا صديت الهوج رايدر بتورنيدو، والتورنيدو خليته تفعل طاقة او برج التاور الرئيسي تبعي، وبالتالي هلا انا صار التاور الرئيسي تبعي بيضرب. وهلا هالاليت باربيريان كثير عم بزعجوني، بس هلا يمكن هالمره معي نايت ويتش ممكن شوي تكون مزعجه، بس ما تموت هي، ما ماتت، ممتاز، وضعنا منيح. هاي نزل الكترو يمكن، والله ما نزل الكترو، فاجئني، اتوقع في الكترو. استعمل سكيلتونات. بكل الاحوال طاقة تاوره 800 الا شوي. اذا الخطوه الثانيه انك تكون بتعرف كل تشكيله شو هي من التشكيلات للخصوم لتعرف تصدها، لانه اذا ما عرفت ما حتعرف تصد
هجمات الخصم وبالتالي هتخسر كمان. والشغلة الثالثة والأخيرة، تعرف بطاقاتك شو بيعملوا؟ يعني مثلا أنا هلأ عندي مثلا صاروخ، هلأ حط عليه بس خلينا نصد الهجمة. شوف التجميد ما أحلى، ليكو التجميد ما أحلى، كل التورات عم يضربوا ما روح لي ولا نقطة دمج، صد خيالي. إذا هون مثلا أنا لازم أعرف الصاروخ تبعي يعمل 493 دمج على التور. هلأ هون أنا بتوقع أنه هو بده يستعمل السكلتونات هلأ بأي ثانية، عشان هيك نزلت اللوج. للأسف توقعي ما زبط، ولكن وصل ليكو هاي السكلتونات، بس وصل الجولم وبالتالي أنجزت المهمة وأخذت التاور. فهمتوا شو قصدي؟ يعني أحيانا أنت بتعمل أشياء ما بتكون كتير صح، ولكن نفس الوقت تكون محسوبة. شوفوا الصدم أحلاها؟ يا سلام. إذا الهوك ما عم يقدر يعمل شيء، والمباراة الأولى انتهت ضد هذا الخصم وقدرنا نربحه ونسيطر عليه مخيا. يعني حلوة مخيا، حبيتها حلوة مخيا، هاشتاج مخيا. قدرنا نسيطر على هذا الخصم، ما نخليه يعرف شو يعمل، ما نخليه يعرف شو شلون يقاتل، شو يساوي. يعني خلاص المباراة لو طولت ساعة أنا بعد ساعة ربحان. فهمتوا شو قصدي؟ يعني كل هجمة عم بكون ربحان شوي ربحان شوي ربحان شوي، هذا هو المطلوب. نجي للمباراة الثانية نفرجيكم هالتشكيلة ونشوف كيف مين التشكيلة اللي هتكون ضدنا. إذا ببلش بنايت خصمي وما فيني هلا نزل شيء، لازم استنى شوي لشوف شو حينزل مع النايت. تجميد كمان لازم استنى شوي صغيرة. اكسبو اكسبو. طيب انا هستعمل صاروخ على الاكسبو، شايفها احسن او اكثر شيء يعني ممكن يداية، لانه حق الاكسبو قد حق الصاروخ، وبالتالي انا هلا يعني بالتريد مالي خسران شيء. ان شاء الله بس الجولم تبعي ينفجر عن تاوره. عنده سايكل سريع والله، ليك بلش رجع السايكل جهز مرة تانية. هلا هو اتوقع بخوفني فيه هلا اذا عمل اكسبو، ولي اذا عمل لي هلا اكسبو ما بعرف شلون بيصدها. هلا نشوف. هاي الاكسبو، هاي تجميد مبدئيا. لا التجميد راح لورا، يا الله يا الله، راح التجميد لورا وهذا الشيء مزعج جدا. هنستعمل صاروخ قبل ما يروح التاور تبعنا، ما في عنا حل تاني، بس التجميد راح لورا كان مزعج جدا، والصاروخ ما صاب الايس ويزرد. اذا شايفين هاي الاغلاط ما بتصير معك اذا انت كنت بتعرف تلعب بالتشكيله مزبوط. اذا انا بعرف يمكن باري هالتشكيله بس اعرف العب فيها، لا عم حاول هلا بهي هذا التسجيل وانا عم بحكي واشرح كمان اني اربح بهي المباراه. طيب هلا هو حينزل نايت وحينزل تجميد وحينزل ميجا مينيون، هدول البطاقات الثلاثه اللي هم السايكل تبعه تقريبا ليجهز اكسبو جديده. هي النايت وهي الميجا مينيون، هي التجميد. اذا الاكسبو تبعه هلا اتوقع هي جاهزه، ليكا جاهزه. اذا لاحظتوا شلون هلا فهمان خطته، بس هلا انا اللي بحاول ساوي انه يعني هجمة الدقيقة الأخيرة هي هي اللي عوض فيها الفارق، وقدر أعمل عليه شيء ضرر أكثر من قبل شوي. حأعمل تورنيدو لأجمع كل القوات مع بعضها شوي، وبالتالي خلي قوات تقرب لقدام. عنده تورنيدو إذا، مو بس عنده القوات، هي عنده تورنيدو ويمكن عنده إكسبو هلأ جاهزة، عشان هيك هحط الجولم من قدام. إذا حطيت الجولم من قدام مشان الإكسبو تبعه إذا جاهزة تضرب الجولم ما تضرب التاور، وهي الإكسبو تبعه جاهزة. نستعمل صاروخ مباشر، وهلأ بقى في عنا أمل صغير بإنه نعمل شيء على التاور تبعه. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف. إذا هي الهجمة تبعه وهي الهجمة تبعي، وهي تورنيدو حجمعهم جنب الجولم مشان لما ينفجر الجولم يأذيهم، وحأضرب لهم وحدة هوك. إذا سحبهم، هي حركة ذكية كثير، سحبهم بعيد عن التاور مشان انفجار الجولم ما يأثر أبدا على التاور، والمباراة حاليا صارت صعبة كثير كثير. هستعمل صاروخ هون، مباراة صعبة كثير كثير، صاروخ صاب كل شيء، بس مباراة صعبة، مباراة صعبة. 871، نشوف كيف بدنا نعمل هجمة قوية. هلا بما انه الاكسبو تبعه ماله جاهز، ححط الجولم ورا الاكسبو وقت اكثر اني اعمل هجمة اكبر. بدي احاول كمان سرع بالسايكل شوي مشان جهز صاروخ جديد للاكسبو تبعه. وهلا حاليا صاروخي جاهز وهو كمان قواته ماله قليلة. هنزل اللوج هون وحنزل، لا ما فيني، حنزل هدول هون وحنزل جولم تاني. بركي هذا هو الامل، بركي هذا هو الالم. دبل جولم، اذا دبل جولم حاليا، دبل جولم وتورنيدو. والله عجبتني الهجمه، هجمه حلوه، هجمه حلوه، وايس سبيريت بالنص، حلو حلو حلو. ويلا يلا فوت فوت، تجميد عليهم كلهم، حلو.
لوج جديد والضغط شغال. يا حبيبي الضغط شغال، عم نحاول انه نخرق له صفوفه. وانفجار عند التاور تقريبا تقريبا ماشي الحال، عم نستعمل لوجات، نستعمل هدول الغوبلنات الصغيرة بركي نقدر نخرق له. اوه اذا مباراة رائعة، عليك وصلت لتاور وكنت حاخده، بس هو معه طلع صاروخ. اذا شايفين الخدعة وين؟ الخدعة انه خصمي قدر يخبي عليه الكرت العاشر اللي هو الصاروخ وما استعمله غير لإنهاء المباراة. هي واحدة من الخدع اللي لازم انتو تستعملوها، بس مو بهي التشكيلة اللي انا عم بلعب فيها، بالتشكيلة اللي هو عم بلعب فيها ممكن، او تشكيلة في بسموها تسلا، تسلا صاروخ او تسلا اكسبو كمان، هدول تشكيلات من لعب فيهم هي الطريقة، شفتها كتير بالمباريات بشكل عام يعني. مشوف هلا مباراة جديدة ضد خصم عم بلعب، احلى شيء انه لهلا كل خصم عم بلعب بكروت شكل حلو التنويع، لما يطلع لك انواع كتير نقدر نشرح لكم اكثر. اذا بيكا، خصم بيكا ونطلب له صاروخ، الصاروخ المفروض يصيب البيكا اذا ماني مخربت. نعم صاب البيكا، بس ليكو قديش راح للبيكا، كانه انجرح كانه انجرح. البيكا قوي جدا، البيكا قوي جدا قوي جدا. طيب شو بدنا نعمل هلا لنصد هالبيكا؟ حاستعمل هذا الاعصار وحاستعمل التجميد هون وحنزل الويتش هون. هلا المفروض يلف البيكا، نعم لف القوات على اليسار، شايفين الخدعه كيف قدرنا نصد، وبالتالي نشرنا له جيشه بالجهتين. هلا انا اتوقع اني سابقه باثنين الكسر تقريبا، ما دائما فيك تحسب هالحسابات بسرعه، وصلنا كنت عم تلعب وتحكي وتفكر، بس المفروض لما تصير لاعب كتير بدك تربح ال 12 وين بسهوله تكون حاسب دائما قد ايه معه الكسير وقد ايه انت معك الكسير. هاي القدره بتصير عبر الوقت، ما فيك تكتسبها فورا، بس بتصير عبر الوقت. هلا بدي احاول اربح النزال اللي بده يصير. هلا هو عنده لوج بده يلعبه اتوقع، بس بدي اشوف شلون بده يصير هالنزاع. هنزل جوبلينات بركي الفيكا بيضربهم لإلون، ما ضربهم لسه، تجميده منيحه وراح الجولم بسرعه خياليه، الفيكا قطعه تقطيع. هو اللي عم حاول صده، والله المعركه انتهت، يمكن تعادل، ما بعرف، يمكن تعادل، يمكن تعادل، والله لسه مو تعادل. اضطر اسحبهم بالتورنيدو، هلا كسرني بالالكسير، اضطر لانه التورنيدو هي حتقتل الباتس. ال 60 ثانية الأخيرة حتكون ببيكا من جهته، يمكن أتوقع بهالهجمة استعمل صاروخ دفاعي، يعني صاروخ ما يصيب التاور، يصيب بس القوات. هلا بيشوف كيف هذا الشيء بده يصير، بس هو بده شوية تركيز لأنه هلا الوضع حساس، ما له سهل أبدا. بالوقت الحالي عم بستفزه، عم بحاول أخليه ينزل شغلات مزعجة شوي. وحصاوي هذا الاعصار، ليك هالاعصار شو حيساوي؟ حيجمع القوات كلها باماكن معينه، وجيشه عم يلف، صار عم يلف بالخريطه، وبس هذا الكرت القوي جدا الميجا نايت هو اللي قدر ينط ويوصل للتاور. طاقه التاور صارت 600، وحاليا حاليا حاليا بينزل جولم يساعدنا شوي. يلا يا جولم يا حبيبي، احسن جولم ساعدنا اذا شوي. هدول الصغار الحلوين بدهم يقاتلوا من ورا، وتشكيلته يا جماعه ما عم بقدر، ما عم بقدر اني اخترقه. ليك الجولم بموت بثواني معدوده، ما في شيء لسه بنلعب له لوج. مشكلتي الوحيده ما عم بقدر اني اعمل له دمج عالي. هدول هون، هدول هون، هدول هون، تعالوا تعالوا، ايس سبيريت هون، بنشوف بعدين. بس يعني شو اخرتها، شو اخرتها، كيف بدنا؟ اوه خلصت المباراة بخطا، توقعته يموت، توقعته يموت. اذا لاحظتوا انه الميجا نايت نطته كثير بتعمل دمج، وخصوصا بهذا الليفل. اذا هلا نحن بموقف خطير شوي، طلعنا لاعبين من اقوى مستوى، يعني انا هدول اللاعبين بيطلعوا لي بالعاده فوق التسعه او عشره وين بالعاده، بس هذا الشيء انا هلا مبسوط فيه. اللي بيتابع عمر من زمان بيعرفوا انه عمر بنبسط لما يخسر، وبنبسط لما بتكون الحلقه صعبه، لانه بنعرف انه بياننا خساره واحده وبنطلع اوت. حنزل هلا هدول هون او هي هون، لا 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 لا، الجولم، الجولم ما خلى الهوك يلف، تشغل التاور بس ما خلى الهوك يلف. وهلا بيحاول يهجم عليه بالايس سبيريت، اذا ما عمل لوج
هيكون موضوع ممتاز. ما عمل لوك، ما عنده لوك. حلو حلو حلو. وصل الجولم خلاص، هينفجر عند التاور، هيعمل دمج مقبول نوعا ما. وحابعت النايت ويتش لتدعم، لانه هدول بدهم وقت ليموتوا الصغار، ما تستقلوا فيهم. ونزل لنا فرجانا شو عنده، فرجانا اذا شو عنده. وهلا انا ما عندي غير نستعمل تورنيدو. رجعوا لورا شوي، وجوبلن بالنص لينط على النص، يترك التاور وبالتالي كسبنا وقت. ما تقول لي ما مات بس النايت. ايوه تمام. اذا لوج من هون. اوه هذا اليمين مزعج جدا، حط له اي سبيريت. هجمته من الجهتين مرعبه مرعبه. واو مباراه صعبه جدا، ما عم صدق، ما عم صدق الصعوبه لليوم، ما عم صدق. ولكن انا هلا بموقف حرج جدا، عم تحكي عن 514 تاور واحد. هل بنستسلم؟ لا ما بنستسلم، نحاول جهدنا. وبويزن يعني هو بيخلصها بس بويزن اذا طولت المباراه. بنحاول جهدنا، نحاول نركز بهجمه اخيره وحيده قويه تقدر تعمل شيء. تعالوا نشوف شو حيصير معنا، تعالوا نشوف. وهي نزلنا الجولم هون، ماشي. يلا يلا وقت 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 وقت. كمان ميجا مينيون هون، تسريعات. هاي الانفيرنو دراجون، وهي الروكيت هون، وهي الاعصار هون. تمام، شفتوا شو عملنا؟ عملنا اعصار روكيت لنخلص من الانفيرنو دراجون، وبالتالي قدرنا نوصل للتاور يا اصدقائي. قدرنا نوصل للتاور، قدرنا نوصل للتاور. واخذنا التاور ولا لا؟ ما بعرف ما بعرف، عم نحاول عم نحاول. والله لسه التاور ما اخذناه، بنقدر ناخذه بصاروخ. التاور بيتاخد بصاروخ، هو ببويزن بيقدر ياخذ لنا التاور تبعنا، مشان هيك امورنا صعبه. رجعوا لهذا لورا. والله اخذ التاور، ما قدرت له. الجولم اخذ تاوره، ولكن تشكيلته جدا حلوه ولعب صح، ما عمل ولا خطا تقريبا من المباراه. اذا المباراه جدا رائعه. يا اصدقائي مثل ما قلت لكم، انت حتى تربح ال 12 وين لازم تكون حافظ تشكيلتك بشكل كتير كبير. مو الموضوع قوة التشكيلة، لاحظوا انه هي التشكيلة اللي انا فرجيتكم اياها، هي تشكيلة بطل العالم تقريبا، او واحد من ابطال العالم، ماله بطل العالم. بس هي التشكيلة هذا الزلمة قدر يجيب فيها 20 وين، اما احنا هلا ما قدرنا نجيب فيها غير انتصار واحد. طب شو معنات هذا الكلام؟ معنات انه التشكيلة، تعال شوف الصندوق فيه شيء، معناتها أن التشكيلة لا تعني هي الـ 12 وين، بل إتقان التشكيلة هو اللي يعني 12 وين. طبعا إذا أنتم حابين أنه أنا مثلا أعمل رن بتشكيلة أنا متعود عليها وحاول جيب أكثر من 8 9 10 11 أو 12 وين، وأعرض لكم الريبليات تبعهم، قولوا لي تحت بالتعليقات وأنا فيني ساوي هذا الشيء. أو إذا حابين نضل نعمل هيك، نجرب تشكيلات جديدة عالمية، تشكيلات قوية، وأنتم بقى تحترفوها مو أنا، لأنه أنا طبعا ما عندي وقت على ألعاب القناة كلها اللي منزلها، صعب أنه يكون عندي وقت. وبتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع، ما تنسوا تعملوا لايك وشير، ويعني تكونوا اشتركتوا بالقناة وشغلتوا الجرس وهالأشياء. وقناتي الثانية، قناة في قناة الوان جنجن وان بلس، يمكن ساوية معلومة هيك صغيرة، قناة الوان جنجن وان بلس يمكن تصير فقط لا كلاش رويال، في احتمال هالموضوع يصير اعتبارا من السنة القادمة. اشتركوا فيها إذا ما كنتم مشتركين. وقناة عمر نقاع الفلوجات للكبار فقط كمان إذا بتحبوا. كما كان عمر أو وان جنجن وان، ومع السلامة.